السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة جايبة لكم فكرة عجينة الصراصير، أو طريقة عجينة الصراصير. طبعا الصراصير دي حاجة بتضايق الناس كلها، سواء رجال أو ستات، يعني محدش بيستحمل يشوف شكلهم أصلا. فالعجينة دي بقى بتحمي أي بيت من وجود صراصير فيه، سواء في البيت او في البلكونه او في الروف. طريقه العجينه هوريها لكم دلوقتي وانا معاكم. اول حاجه بنحتاج لي معلقه كبيره دقيق او معلقتين، ومعلقه كبيره لبن بودر، ومعلقه سكر. وحمض البوريك ده بنشتريه من عند الصيدليه او من اي حد بيبيع كيماويات. وبنحتاج لطبق، ممكن تكوني مش بتستعمليه، او لو بتستعمليه تحطي فيه فويل جامد شوية عشان ما يتخرمش، لان البتاع ده سام، اللي هو حمض البوريك ده سام. هناخد المقادير كلها هنفضيها في الطبق، اللبن، معلقة لبن بودر، معلقة السكر، ومعلقة الدقيق. ممكن لو احتاجنا معلقة كمان لما نيجي نعجن، لو يعني المية زادت منك شوية بتزودي معلقة لبن كمان، معلقة دقيق كمان، مش مشكلة يعني. طبعا بنحط اللبن البودر والسكر عشان هو الصراصير، أعوذ بالله منهم، يعني ممكن يجوا على ريحتهم عشان ياكلوها ويموتوا، بتعمل لهم شلل في الجهاز العصبي. طبعا تستخدمي برضو معلقة هترميها، مش لازم تكون معلقة هتستخدميها تاني. وما تيجي تكوريها تكوني لابسة جوانتي. معلقة حمض البوريك اهو، هنقلبهم بقى مع بعض كده لحد ما يبقوا عجينة زي العجينة اللي بنعمل بيها اي حاجة بناكلها يعني. ودي ميه عشان نعجن بيها، المهم ما تزوديش الميه قوي عشان ما تحتاجيش للمعلقه التانية بتاعه الدقيق، يعني قلبيها كده شويه شويه بحيث انها مش ما تزيدش الميه. طريقتها سهله ومريحه جدا، لاني احيانا كتير مش بلاقيها في الصيدليه، ده اللي خلاني فكرت ان انا لازم اجيب حمض البوريك ده واعملها في البيت، لان دي بتحمي البيت من اي حشرات، مش شرط صراصير بس، ونمل بعد الشر الله اكبر، اللي هو ممكن البرص احيانا اللي بيكون موجود قدام بيبان الشقة ده ما يدخلش شقتك كده يعني. بس المهم نبعدها بعيد عن الحيوانات الاليفة اللي بنربيها في البيت او الزرع كمان، يعني بنحطها دايما في الجوانب كده بحيث انها طفل ما يطولهاش، او الحيوان الاليف اللي عندك. انا كده زودت لها معلقه دقيق لاني واضح ان انا زودت الميه شويه، وهي كده خلاص بس بقت عجينه. هتاخديها وتكوريها طبعا وانتي لابسه جوانتي، وتحطيها في الركان عند باب الشقة من على الجوانب، او فوق باب الشقة خالص من فوق كده عند باب البلكونة. لو في الجنينة بتحطيها عند سور الجنينة كده في الركان كده كلها، او في الروف برضو بتحطيها عند الحيطان من الجوانب، تمنع لك اي حشرات. حتى كمان احيانا بتمنع الفيران اللي هي ساعات بتيجي في البلكونة دي، المهم ما تجيش على الزرع ولا طفلي ياكل منها او يقرب لها، ولا لان المادة دي سامة. هما هكتب لكم كل استخداماتها تحت في البوكس بتاع الفيديو ان شاء الله، يعني بعد ما اخلص تصوير. بس ولو عجبتكم طبعا فكرة العجينة ما تنسونيش من الاشتراك واللايك والشير، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.